السلام عليكم. من خلال هذا الفيديو سوف نعرف إذا كان أحدنا يراقب رسائلنا على الواتساب ويقرأها عن بعد، وذلك سواء من خلال هاتفه أو حاسوبه. أظن أن الكثير يعرف هذه الطريقة، لكن هناك خاصية أخرى تمت إضافتها من طرف الواتساب من خلال التحديث الأخير، وهي كيفية حماية حسابك الواتساب من الوصول إليه ومراقبته من طرف أي شخص آخر، على عكس ما كان قبل التحديث الأخير. سوف نقوم لندخل بالدخول إلى الواتساب هكذا، ثم سوف نقوم بالضغط على النقاط 3 في أقصى اليمين، وبعد ذلك الضغط على واتساب ويب. فإذا وجدنا أي متصفح متصل كما مبين عندي جوجل كروم على نظام اللينكس، فاعلم أن شخص ما يراقب رسائلك على الواتساب وكل أنشطتك على الواتساب. ويمكنك أن تجد أكثر من متصفح على الواتساب هنا، وهذا يعني أن يمكن مراقبة الواتساب الخاص بك من طرف عدة أشخاص في نفس الوقت. فلتسجيل الخروج لحسابك الواتساب من عند هذا الشخص الذي يقوم بمراقبة رسائلك على الواتساب، يكفي أن تضغط على جوجل كروم هكذا، ثم تضغط على لوج أوت هكذا. وهكذا تكون قد قمت بسجيل الخروج من عندهم، ولا يمكنهم الاستمرار في مراقبة رسائلك على الواتساب. أما الخاصية التي أضيفت على الواتساب خلال التحديث الأخير، وهي عند الضغط على لينك ديفايس هكذا، يطلب منا الواتساب يعني إدخال كلمة المرور أو بصمة الأصبع لكي تتم هذه العملية، التي من خلالها يمكنه لأي شخص آخر أن يراقب رسائلك على الواتساب من خلال هاتفه، وذلك بربط حسابك الواتساب على متصفح لديه على هاتفه أو على حاسوبه. لكن لكي يطلب تطبيق الواتساب بصمة الأصبع أو كلمة المرور عند الضغط على لينك ديفايس، يجب أن يكون الواتساب الخاص بك مؤمن بكلمة المرور أو بصمة الأصبع. بهذه الطريقة لن يستطيع أي شخص آخر أن يقوم بمراقبة رسائلك وقراءتها. والكثير يظن أن هذه الخاصية واتساب ويب هي مخصصة فقط للحواسيب، يعني يمكننا مراقبة الواتساب الخاص بنا فقط انطلاقا من أي حاسوب آخر، لكن يمكن لأي شخص آخر أن يقوم بتطبيق هذا على هاتفه. فخاصية ويب واتساب هي مخصصة للحواسيب فقط، يعني إذا قمنا بكتابة هنا ويب .whatsapp.com وقمنا بالدخول من الهاتف، فلا يمكننا الدخول إلى الموقع. لكن إذا قمنا بالضغط على النقاط 3 في أقصى اليمين، ثم قمنا بتفعيل خاصية ديسكتوب سايت هكذا، هنا يمكننا الدخول إلى الموقع web.whatsapp.im وكأننا نتصفحه على الحاسوب، ويمكننا سكان هذا الكود بار، وبهذه الطريقة يمكننا قراءة رسائل واتساب آخر من خلال الهاتف على موقع web.whatsapp.com. كما تلاحظون سوف نضغط على لينك ديفايس، ثم سوف نقوم بوضع بصمة الأصبع. كما تلاحظون لقد تم سكان الباركود على الهاتف الآخر، وبهذه الطريقة تم اتصال الواتساب الخاص بنا على الهاتف الآخر وكأنه متصل على الحاسوب. فإذا استفدتم من هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك للفيديو. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء.